تابعتم معنا بعض التطبيقات على مثلث القوى، واستخدمنا أولا طريقة مثلث القوى، ثم استخدمنا الطريقة التحليلية، والآن سوف نتطرق لموضوع توازن جسم صلب خاضع لتأثير عدة قوى مستوية متوازية. أبنائي الطلاب، عندما درستم شروط التوازن لجسم صلب تؤثر فيه ثلاث قوى مستوية متلاقية، أهملنا الأثر الدوراني لهذه القوى في شروط التوازن. أما إذا كان الجسم قابل للدوران حول محور ثابت وخاضع لتأثير عدة قوى مستوية ومتوازية مثل أرجوحة الأطفال، لاحظ كيف يمكن أن تتوازن هذه الأرجوحة تحت تأثير قوتين وهما ثقل الطفلين. وأيضا لدينا مثال آخر هو توازن كفتي الميزان، لاحظ كيف تتوازن الكفتين بتأثير قوتي الوزن، وأن الكفتين تكونان حول نقطة التعليق للميزان أو حول محور ارتكاز عمود التعليق. إذن في هذه الحالة لابد من إضافة شرط جديد يحقق للجسم حالة توازن دوراني، ولمعرفة هذا الشرط نجري النشاط التالي. علق قضيبا منتظما مستقيما من منتصفه ميم طوله متر، نعتبره مهمل الوزن بحيث يتزن في وضع أفقي. الخطوة الثانية، علق عند كل من النقاط ألف وباء على جانبي ميم ثقلا مقداره 4 نيوتن، ويبعد عن النقطة ميم مسافة قدرها 20 سنتيمتر. كما هو موضح في الصورة، نلاحظ أن القضيب يحتفظ بتوازنه في وضع أفقي تحت تأثير ثلاث قوى مستوية متوازية. هذه القوى هي قاف واحد وقاف اثنين وقاف ثلاثة، حيث قاف ثلاثة هي قوة الشد في الحبل المعلق به القضيب من النقطة ميم، لاحظ ذلك في الصورة. فإذا اعتبرنا القوى المتجهة إلى أعلى موجبة والقوى المتجهة نحو الأسفل سالبة، فبحسب شرط التوازن الأول لابد أن يكون المجموع الجبري للقوى المؤثرة في القضيب يساوي صفر، أي أن ميج من نون يساوي واحد إلى ثلاثة قاف نون يساوي قاف ثلاثة ناقص قاف اثنين ناقص قاف واحد يساوي صفر. لاحظ عندما تكون القوى متوازية كما هو في هذه الحالة يصبح جمع القوى الاتجاهي جمعا جبريا. الخطوة الثالثة، نقوم بإزاحة الثقل المؤثر عند النقطة ألف مسافة قدرها 20 سنتيمتر بحيث يصبح بعده عن المركز ميم 40 سنتيمتر. ماذا تشاهد عزيزي الطالب؟ نلاحظ أن التوازن يختل، على الرغم من أن شرط التوازن الأول وهو مجموع القوى يساوي صفر ما يزال محققا، وأن القضيب يدور في اتجاه حركة عقارب الساعة، وذلك تحت تأثير عزم ثقل القوة قاف واحد حول المركز ميم، وحيث يساوي العزم أي عزم هذه القوة قاف واحد يساوي قاف واحد في لام واحد وتساوي 4 في 4 من عشرة ويساوي 1.6 من عشرة نيوتن في متر كما هو واضح لديكم في الشاشة. إذا أردنا أن يحتفظ القضيب بحالة توازن في وضع أفقي تحت تأثير عزم القوة عين ميم لقاف واحد يساوي 1.6 من عشرة نيوتن في متر، فيجب أن نؤثر عليه بعزم قوة أخرى، وليكن هذا العزم عين ميم قاف اثنين مساويا لعزم القوة عين ميم لقاف واحد في المقدار ومضاد له في الاتجاه، وذلك بأن نزيح القوة أيضا قاف اثنين إلى مسافة قدرها 40 سنتيمتر عن المركز ميم، أو أن نضاعف وزن الثقل قاف اثنين بأن نجعله يساوي 8 نيوتن بحيث يكون عين ميم للقوة قاف أي عزم القوة قاف اثنين يساوي قاف اثنين في لام اثنين وتساوي 8 في 2 من عشرة ويساوي 1.6 من عشرة نيوتن في متر.
نستخلص مما تقدم لكي يتوازن جسم صلب واقع تحت تأثير عدة قوى مستوية متوازية، يجب أن يتحقق الشرطان التالية: 1- أن يكون المجموع الجبري للقوى المؤثرة في الجسم يساوي 0، أي أن ميج نون للقوى نون يساوي 0. 2- أن يكون المجموع الجبري لعزوم القوى حول أي محور ثابت عمودي على مستوى القوى يساوي 0، أي أن مجموع نون لعزوم القوى عين قاف نون يساوي 0، مع الأخذ بعين الاعتبار إشارة اتجاه الدورة. 3- نكتفي بهذا القدر أبنائي الطلاب على أن نكمل هذا الموضوع في الحلقة القادمة، والآن نبقى مع أسئلة الحلقة. سؤال الحلقة: ربط حبل طوله 8 أمتار في خطافين مثبتين في سقف أفقي في النقطتين ألف وباء، ثم علق في النقطة ميم من منتصف الحبل ثقل قدره 40 نيوتن، بحيث تكون الزاوية ألف ميم باء تساوي 90 درجة كما هو مبين بالصورة. أوجد بطريقة مثلث القوى وبالطريقة التحليلية الشد في كل جزء من أجزاء الحبل. في ختام حلقتنا لهذا اليوم أبنائي الطلاب، نشكركم على حسن الإصغاء والمتابعة، آملين أن تكونوا